أهلا بكم مستمعينا في بودكاست خفيفة برعاية ساوند ديلز. خواطر شاب، كتاب خواطر شاب لمؤلفه أحمد الشقيري هو من الكتب التي تحدثت عن موضوعات مختلفة ومتنوعة تخص العالم الإسلامي والعرب، وهو كتاب ذو أسلوب جميل وبسيط، وفي الوقت نفسه فهو يطرح أفكارا عميقة وملهمة. وقد تناول بين طياته ما يهم الفرد والمجتمع والأمة بأكملها، وقد طرح فيه الشقيري ما يدور بين خلجات نفسه من خواطر بكل حرارة وصدق، وقد قسمها إلى أجزاء تحمل عناوين بتسلسل منطقي تعطي القارئ بعد انتهائه من قراءتها خبرة في التحكم في خواطره، وهي تباعا خواطر للقلب والروح، وخواطر لتطوير الذات، وخواطر للعقل والفكر، وخواطر عن الأحداث. شكرا لحسن استماعكم، دمتم سعداء، وإلى لقاء آخر مع معلومة جديدة. ساوند ديلز، منصة التعليق الصوتي.